مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. أهلا بكم. 3 أيام تفصل عن عيد الأضحى المبارك، والحجيج في الحرم المكي الشريف يستعد للانتقال إلى منى في يوم التروية تمهيدا للصعود إلى جبل عرفة بعد غد الأربعاء. ويبلغ عدد الحجاج حوالي 1.5 مليون نسمة من خارج المملكة العربية السعودية، كما أن هناك 600 ألف حاج من داخل المملكة. وقد اتخذت السلطات السعودية إجراءات أمنية مشددة في الحرمين الشريفين، ومنعت كل من لا يحمل تصريحا من التوجه إلى مكة المكرمة. نبقى في الخارج لنشير إلى أن الحروب على حالها في اليمن وسوريا، وكذلك الوضع على حاله في العراق، فيما الحوار الليبي في المغرب يبحث عن ثغرة في الحائط المسدود. وفي جديد الأزمة السورية، دعت محققة الأمم المتحدة كارلا دي بونتي إلى إنشاء محكمة لجرائم الحرب، وقالت إن العدالة ستلاحق الرئيس بشار الأسد حتى لو بقي في السلطة في إطار اتفاق سلام. وترافق ذلك مع أعلان نتنياهو في ختام زيارته لموسكو أنه اتفق مع بوتين على وضع آلية تنسيق للقوات الإسرائيلية والروسية بشأن سوريا. أما محليا، فجلسة جديدة من الحوار الوطني غدا في البرلمان بدعوة من الرئيس نبيه بري ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، قال من دار الفتوى إن هذه الجلسة ستكون حاسمة. وفي شأن آخر، النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم استمع إلى إفادات عدد من السياسيين والفنانين وأصحاب الفنادق والمؤسسات الاجتماعية الذين تخلفوا عن سداد فواتير الكهرباء المستحقة عليهم، وتعهدوا بتسوية أوضاعهم مع مؤسسة كهرباء لبنان في مهلة أقصاها 10 أيام من تاريخه. أمنيا، نفذ الفوج المجوقل في الجيش اللبناني عملية دهم واسعة فجر اليوم في بلدة مشاريع القاع في السلسلة الشرقية، وأوقف 80 سوريا لا يحملون أوراقا ثبوتية. وفي إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها وتعقبها، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني حصاد لإقدامه بالاشتراك مع اللبناني عين صاد الموقوف سابقا على إلقاء المتفجرات في بلدات وقرى بقاعية وتجنيد أشخاص لتصوير أهداف محددة، وذلك لصالح كتائب النور السلفية التي تقوم بأعمال إرهابية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، بتكليف من الضابط السوري المنشق المدعو ألف ميم. وبعد انتهاء التحقيق معه أحيل إلى القضاء المختص وتجرى المتابعة لتوقيف الأشخاص المتورطين. الوزير المشنوق يؤكد أن ساحة النجم كما أن السرايا خط أحمر بالنسبة إلى المتظاهرين، واللواء إبراهيم يعلن عن الاستعداد لمواجهة الإرهاب. رد وزير الداخلية نهاد المشنوق على كل الحملات بحق العاصمة بيروت، مؤكدا خلال جولة تفقدية لمبنى نظارة الأمن العام الموقت في ساحة العبد إلى أن هذه السجلات استعيدت من زمن الوصاية السورية، وهي استكمال لمشروع اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتشويه مشروعه. نعم، وسط بيروت الفارغ اليوم هو وسط مفرغ عن سابق تصور وتصميم، وما بعض الكلام الذي يزدهر هذه الأيام بفعل الغضب والإحباط سوى امتداد لهذان التصور والتصميم الذي جسده أفضل تجسيد الاعتصام الشهير وإقفال الوسط التجاري. بيروت ليست يتيمة، وسنمنع بحزم بواسطة قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني والأمن العام أي تعرض لأي ملك خاص أو عام. الوزير المشنوق أشاد بالتعاون غير المسبوق بين الأجهزة الأمنية في سبيل مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن لبنان هو الدولة العربية الوحيدة التي استطاعت مواجهة الإرهاب بتماسك وطني غير طائفي وفقط عبر الدولة، واعتبر أن الحراك المدني أعاد للسياسة الكثير من النضال على أن يستكمل ببعض ثقافي وسياسي واضح، مؤكدا ردا على سؤال تلفزيون لبنان أن ساحة النجمة خط أحمر. بالأمس كان في تحرك للحراك المدني باتجاه ساحة النجمة، وشفنا إشادة بتعامل القوى الأمنية معها، هل ساحة النجمة خط أحمر بالنسبة للمتظاهرين وكيف سيتم؟ نحن بصراحة سرايا رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب ما رح نسمح بالدخول له. كل باقي المناطق عندهم حرية التعبير وحرية التظاهر
ودون بحماية قوى الأمن الداخلي. أما مسألة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء فهذه مسألة لازم يعرفوا أنه ما في إمكانية للوصول لها. المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أكد أن الأمن العام ملتزم أمن البلاد وهو درع للتصدي للأخطار الداخلية والخارجية ومواجهة الإرهاب. جنرال، عم نلاحظ بالفترة الأخيرة في كتير تزايد بأعداد الموقوفين والإرهابيين من قبل الأمن العام، هل هو بسبب زيادة النازحين السوريين أم في قرار سياسي؟ شو السبب؟ لا أبدا، هيدا موضوع من 4 سنين نحن على هاي الوتيرة، بس مؤخرا أخذنا قرار بالإعلان عن كل التوقيفين. المبنى النموذجي لنظارة الأمن العام المؤقت من شأنه أن ينهي معاناة العاملين الأجانب والعرب الذين يوقفوا احتياطيا بسبب مخالفات في إقاماتهم من خلال تأهيله بشروط صحية وبيئية وطبية وفق المعايير الدولية والتي تراعي حقوق الإنسان. الرئيس سلام التقى الوزيرين شهيب وجريج ووفدا من الوطنيين الأحرار أكد دعمه للرئيس سلام. أثنى رئيس الحكومة تمام سلام على الأداء المميز لقوى الأمن الداخلي خلال تظاهرة الأحد في المحافظة على سلامة المتظاهرين وحرية التعبير في كنف النظام العام واحترام القانون، وذلك خلال اتصال هاتفي بين سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق. الرئيس سلام بحث المستجدات السياسية الراهنة والوضع الحكومي مع وزير الإعلام رمزي جريج. رئيس الحكومة عرض لآخر المعطيات بالنسبة لتطبيق خطة النفايات مع وزير الزراعة أكرم شهيب الذي زار السرايا مع وفد موسع من مجلس بلدية النعمي. وفد من حزب الوطنيين الأحرار زار الرئيس سلام وأكد دعمه لمواقف سلام الوطنية، وجه له دعوة للمشاركة في الذكرى 25 لاغتيال داني شمعون وعائلته في تشرين الأول المقبل. في سرايا نشاط دبلوماسي لرئيس الحكومة الذي التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريت كاغ، والتي بحثت مع سلام التحضيرات للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي يشارك في أعمالها رئيس الحكومة. الرئيس سلام اجتمع إلى السفير الروسي ألكساندر درزاس بكين، وجرى أيضا عرض للتحضيرات مواكبة للجمعية العامة للأمم المتحدة إضافة إلى الأوضاع الإقليمية والداخلية. الرئيس سلام استقبل السفير الفرنسي إيمانويل بون مع وفد برلماني فرنسي، وجرى بحث في الأوضاع اللبنانية الداخلية وزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى لبنان في تشرين الأول المقبل. تقدم رئيس مجلس النواب نبيه بري بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية بواسطة وكيله القانوني ضد صلاح مهدي نور الدين بتهمة القطع والذم ونشر معلومات مغلوطة وكل ما يظهره تحقيق فاعلا أو شريكا أو محرضا. وفي عين التيني السفير الألماني نقل تأييد بلاده لجهود بري في انعقاد طاولة الحوار، ووفد من لجنة الشؤون الخارجية الفرنسية حذر من ازدياد أعداد النازحين في لبنان. رئيس مجلس النواب نبيه بري التقى وفد لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية في مهمة رسمية لمدة 3 أيام. الوفد سيلتقي المسؤولين السياسيين للبحث في الأزمات التي يعاني منها لبنان لجهة الجمود السياسي والوضع المعقد في لبنان في ظل الأحداث المأساوية في المنطقة وسوريا. اللجنة ستركز بحثها على تداعيات أزمة النازحين التي يتحملها لبنان، حيث عدد النازحين العراقيين والسوريين والفلسطينيين بلغ حوالي 1.5 مليون نازح، ما يفوق قدرة لبنان واللبنانيين. الرئيس بري التقى رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي في حضور مدير عام المغتربين هيثم جمعة. أبو زكي تمنى على رئيس المجلس رعاية المؤتمر الخاص بالاقتصاد الاغترابي الذي سينعقد في منتصف كانون الأول المقبل في لبنان، وبحث في التطورات المحلية مع السفير الألماني الجديد لدى لبنان مارتن هاث الذي أكد دعم بلاده للجهود التي بذلها الرئيس بري من أجل انعقاد الحوار الوطني في لبنان. هذا الحوار مهم لمعالجة المشاكل والحاجات اليومية للبنانيين، وأمل بأن تعود المؤسسات الدستورية إلى العمل وانتخاب رئيس للجمهورية. وفي عين التيني رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت حسن قريتم. إلى ذلك تقدم الرئيس بري بشكوى إلى النيابة العامة التمييزية بواسطة وكيله القانوني ضد صلاح مهدي نور الدين بتهمة القطح والذم ونشر معلومات مغلوطة ومضللة وكل من يظهر
يديره التحقيق فاعلا أو شريكا أو محرضا. وصدر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس أنه يعتذر عن تقبل التهاني في عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعود على اللبنانيين والعرب والمسلمين بالخير والاستقرار والوحدة. وللمناسبة تلقى رئيس المجلس برقيتي تهنئة من رئيس مجلس الشعب السوري ورئيس مجلس النواب الأردني، كما تلقى اتصالات تهنئة بالعيد أبرزها من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. سامي الجميل في دار الفتوى وحرب يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة التمييزية بعد الفاصل. المفتي دريان بحث في الأوضاع السياسية مع النائب سامي الجميل وفي التطورات الفلسطينية والإسلامية مع وفد تجمع العلماء المسلمين. مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي شدد على وجوب تذليل كل العوائق التي تؤثر سلبا على اللبنانيين، معربا عن أسفه لتشبث الأفرقاء السياسيين بآرائهم على حساب لبنان. بتأمل خير بالأخص بعد الخطابات اللي عم نسمعها آخر يومين ثلاثة، بتدل إنه بعده الكل مصر على المنطق تبعه للأسف على حساب لبنان وعلى حساب اللبنانيين. إن شاء الله إنه بقدر إنه هيدي الجلسة بكرة رح تكون حاسمة، رح تتوضح المواقف ورح نكتشف إذا في نية إنه نتقدم أو مطلوب منا نضلنا بالمحل اللي نحن. المفتي دريان التقى وفد تجمع العلماء المسلمين برئاسة الشيخ حسان عبد الله الذي رأى أن ما يحصل في فلسطين من محاولات تقسيم المسجد الأقصى هو مقدمة للاستيلاء الكامل عليه ليصار إلى هدمه وبناء الهيكل المزعوم في مكانه، ما سيشكل طعنة في صميم عزة المسلمين والعرب. حزب الكتائب يطالب الجميع بتنفيذ خطة الوزير الشهيب فورا لأن التقاعس عنه ينال من هيبة الدولة، ويقول تلمسنا عدم تحمل بعض الجالسين حول طاولة الحوار مسؤولياتهم الوطنية. إثر انعقاد جلستين حواريتين وما نسمعه من مواقف متصلبة وتصاريح لا تحترم الحوار بين الجلسة والأخرى، وتلمسنا عدم تحمل بعض الجالسين حول الطاولة لمسؤولياتهم الوطنية ومحاولاتهم الدائمة ربط استحقاق رئاسة الجمهورية بقضايا إقليمية وقرارات خارجية. يؤكد حزب الكتائب العمل على استنفاد الفرص المتاحة على طاولة الحوار توصلا إلى لبنانة الاستحقاق. النائب العريض شدد على أهمية الحوار ولفت إلى دقة الوضع. سأل النائب غازي العريضي في ذكرى شهداء الحزب التقدمي الاشتراكي في وطن مصيد ما هو البديل عن الحوار في ظل الشغور الرئاسي والتعطيل الحكومي، مشددا الدعوة لكل القوى السياسية للمشاركة في تفعيل الحوار والسعي إلى إنتاج الحلول. البعض يقول الحوار ميؤوس منه، الحوار لا فائدة منه. طب ما هو البديل؟ لا حلول، لا أفكار، لا مبادرات، لا مؤسسات، تعطيل، شلل في كل مكان، ولا أحد يتحدث إلى أحد. ماذا ننتظر؟ من يأتينا من الخارج؟ الخارج منشغل بذاته، كل دولة بهمومها، كل هذه الدول لديها أولويات وليس في جدول أولوياتها أو قوائم جداول أعمالها لبنان في هذه المرحلة بالذات. لذلك نكرر المناشدة والنداء، تعالوا لنتفق معا على أن تكون اهتماماتنا واحدة في مواجهة الهموم الواحد. هذا يدعونا إلى أن نعالج مشاكل العمل الحكومي، بلد بلا رئيس جمهوري، مجلس نيابي معطل، قروض ومساعدات من الخارج استثنائية لأول مرة تحصل في تاريخ البنك الدولي أن يقدم قروضاً ومساعدات مع استعداد للمساهمة بالاستملاكات، أول مرة في تاريخ البنك الدولي. ميز بهذا الأمر لبنان، فميز لبنان نفسه بإدارة الظهر والتعطيل، وتكاد تسقط هذه المشاريع لأن المجلس النيابي طيب. لا رئاسة ولا حكومة ولا مجلس نيابي، أفق مسدود، ماذا ننظر؟ أما عن الحراك المطلبي الحاصل فقد رأى الوزير السابق العريضي أننا أمام مشهد خطير، متوجها إلى الإعلام بألا يخطئ في تحديد الأهداف، رافضا تعرض الأخير للتهديد.
تقدم وزير الاتصالات بطرس حرب بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية حول هدر الأموال في مشروع تلزيم جر شبكة مياه الشفة في منطقة البترون، والذي ظهرت عيوبه في الأسابيع القليلة الأخيرة حينما تم ضخ المياه في الشبكة الجديدة فانفجرت الأنابيب كاشفة عن فضيحة في التنفيذ وسوء في الرقابة، كما تكرر الأمر مرة ثانية بعد إصلاح العطل الأول مع ما كلف الخزينة العامة هدرا لحفر الأوتوستراد وإعادة تسفيته ونشاط عدد من الوزراء في هذا التقرير. التقى وزير الخارجية جبران باسيل السفير الأمريكي ديفيد هيل وبحث معه في التحضيرات لزيارة نيويورك، حيث يشارك باسيل في افتتاح الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما التقى السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين الذي دعا إلى تسوية سياسية في سوريا، ومن زوار الخارجية القائمة بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي والقائم بأعمال السفارة التركية. افتتح وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر طريق بدني السرعين الذي يربط قرى غربي بعلبك بقرى شرق بعلبك، وشدد على أن الرئيس سلام يعمل بكل عزم وتصميم لتخفيف معاناة اللبنانيين. عقد مؤتمر صحفي مشترك اليوم في وزارة التربية، ضم وزير التربية الياس بوصاع ومفوضية اللاجئين خصص للتسجيل المجاني في المدارس الرسمية في لبنان. النائبان ديب والأعور أكدا وجود حملة لمنع التيار الوطني من تحقيق إنجاز في المياه والكهرباء، واتهما نواب المستقبل بتحريف الحقائق بملف الكهرباء. ردا على المؤتمر الصحفي لنواب من تيار المستقبل صوبوا خلاله على تردي قطاع الكهرباء وحمل الوزير جبران باسيل المسؤولية عن ذلك، عقد النائبان فادي الأعور وحكمة ديب مؤتمرا صحفيا مشتركا تحدثا خلاله عن حملة لمنع التيار الوطني الحر وتحديدا جنرال ميشيل عون من تحقيق أي إنجاز في قطاعي الكهرباء والماء ومجمل القطاعات الأخرى من قبل غارقين في الفساد، هم اليوم قلقون على مكتسباتهم المالية على حد تعبيرهما. النائبان اقترحا قانون إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم الواقعة على المالية العامة، وشددا على أولوية حصول انتخابات نيابية فورية. من ساحة النجمة اجتماع للجنة الدفاع مع وفد من لجنة الدفاع الإيطالية تناول خلاله تطبيق القرار 1701 والخروقات الإسرائيلية وأزمة النازحين السوريين. لجنة الإدارة والعدل أقرت معدلا قانون نظام كتاب العدل. والمزيد من الأخبار المحلية المتفرقة في هذا التقرير. استقبل قائد الجيش العماد جان أهوجي في اليرزي النائب أنطوان سعد وجرى البحث في تطورات الرهينة، كما استقبل السفير المصري في لبنان الدكتور محمد بدر الدين مصطفى زايد وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين. بحضور عدد من الضباط أقيم ظهر اليوم في قاعدة رياق الجوية حفل تخريج دورة من العسكريين الإناث اللواتي تابعن دورة مداهمة بإشراف أوج التدخل الثاني، وقد نفذت المتخرجات تمرينا قتاليا حول عملية دهم عدد من المباني والقضاء على مجموعة إرهابية متحصنة فيها، تم في خلاله تنفيذ عمليات إنزال وإهباط من الطوافات واستخدام عبوات ناسفة، وفي الختام جرى توزيع الشهادات على المتخرجات. استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم وفدا من مشايخ منطقة عقار يضم كل من مؤمن الرفاعي منذر المرعي وحسن الحاج، وبحث معهم الشؤون الداخلية لمنطقة عقار. كما التقى اللواء إبراهيم وفدا من حزب الأحرار الذي وجه دعوة للمدير العام للمشاركة في الاحتفال السنوي في ذكرى استشهاد رئيس الحزب داني شمعون وعائلته. تحت شعار مجتمع واع وبيئة نظيفة أطلق قسم الشباب في مكتب النائب أنور الخليل في حصبية حملته البيئية العاشرة لتنظيف مجرى الحصباني الذي يشكل الشريان الحيوي الوحيد لمنطقة حصبية. الصفحة الدولية بعد الفاصل. أهلا بكم. تعرض السفارة الروسية في دمشق لقصف بقذائف الهاون وديلبونتي تؤكد أن العدالة ستلاحق الأسد حتى إذا بقي في السلطة، والمعارك تحتدم في تعز ومأرب في اليمن وانفجار سيارة مفخخة في بغداد. جدد طيران التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية غاراته على مواقع الحوثيين وقوات صالح في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة والبيضاء ومواقع أخرى أدت إلى مقتل وإصابة العشرات. في غضون ذلك استمرت المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتقدم في جبهة مأرب، في وقت قصفت المقاومة الشعبية وقوات التحالف مواقع تابعة للحوثيين في الجبال المطلة على منطقة سد مأرب
وتقدمت باتجاه السد الاستراتيجي. في المقابل قتل عدد من المدنيين في قصف عشوائي شنه مسلحو الحوثي وصالح على حي المسبح قربية محافظة فعز التي تشهد معارك وصفت بالعنيفة بين القوات الشرعية والحوثيين، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى من الطرفين. على صعيد آخر، ذكرت المعلومات أن الرئيس اليمني عبدالرب منصور هادي وصل إلى عدن وسط تكتم شديد. في سوريا قتل 4 أشخاص وأصيب العشرات بتفجير سيارتين مفخختين، الأولى عند المدخل الغربي لبلدة العين والثانية في قرية المشارفة في الحسكة. تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن التفجيرين الانتحاريين. من جهة ثانية، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوري الحكومي ومسلحي داعش في محيط منطقة تدمر، في حين قصفت الطائرات الحكومية مواقع في درعا وريفها جنوبي البلاد. وفي تطور آخر، اندلعت اشتباكات بين مسلحين من داعش من جهة وجبهة النصرة من جهة أخرى في الجهة الغربية من سد صحم بريف درعا الغربي. وفي تطور لافت، أعلنت الخارجية الروسية عن تعرض السفارة الروسية في دمشق لقصف بقذائف الهاون. سياسيا، أكدت عضو لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة كارلا ديل بونتي أن العدالة ستلاحق الرئيس السوري بشار الأسد حتى إذا ظل في السلطة في إطار اتفاق سلام عبر المفاوضات، وأملت أن تدفع الدول الأوروبية التي تواجه أزمة اللاجئين نحو إنهاء الحرب السورية وإنشاء محكمة لجرائم الحرب في سوريا. من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وضع آلية تنسيق للقوات الإسرائيلية والروسية بشأن سوريا. الرئيس الروسي وخلال لقائه نتنياهو في موسكو أكد أن سوريا لا تسعى إلى فتح جبهة ثانية في الجولان، بل تحاول الحفاظ على الدولة. وفي روسيا أيضا، أجرى مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مشاورات مع المسؤولين الروس للبحث في تطورات المنطقة بشكل عام والملف السوري بشكل خاص. في العراق، سقط عدد من القتلى والجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في منطقة الأمير شرقية العاصمة العراقية بغداد، تزامنا أفيد أن الحشد الشعبي قتل والي صلاح الدين في داعش المتهم بمجزرة قاعدة سبايكر. سياسيا، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه لن يتراجع عن الإصلاحات التي أعلنها ولو كلفه ذلك حياته، لافتا إلى أن الإصلاحات ستصحح المسار السياسي، مشددا على أهمية تحقيق العدالة والإنصاف وإلغاء التفاوت في الرواتب. وأخبار دولية متفرقة في هذا الشريط. التقى البابا فرانسيس بالرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو، وذلك بعد أن أحيا قداسا حضره عشرات الألاف من الكوبيين في العاصمة هافانا. وناقش رجلان شتى الشؤون الدولية والدينية في لقاء وصفه الفاتيكان بالودي وغير الرسمي، وتبادل الرجلان الكتب، إذ أهدى البابا كاسترو 3 منها، بما فيها كتاب مواعظ ألفه مدرس سابق لكاسترو، فيما أهدى الرئيس الكوبي السابق البابا كتاب فيدال والدين، وهو عبارة عن مجموعة من الأحاديث أجرها كاسترو مع راهب برازيلي. أصدر مجلس قرى مسلمة في شمال الهند مرسوما يحظر على الفتيات استخدام الهواتف المحمولة وارتداء الجينز والقمصان التيشيرت، وبدأ تطبيق الحظر في أكثر من 10 قرى. وتحكم هذه المجالس القروية التي تتألف من رجال أغنياء من الطوائف العليا وكبار السن الريف في شمال الهند، وتمارس الرقابة الاجتماعية من خلال مراسيم فوقية. وبالنسبة للأسر التي لا تمتثل لأوامر مجلس القرية، يتم في بادي الأمر توجيه النصح، وإذا استمرت في تجاهل القواعد يتم مقاطعتها. تثبت الأردنية ريم سميرات ابنة 24 ربيعا أن مجال تصميم السيارات ليس مقصورا على الرجال فقط، وصممت ريم سيارة تقول إنها تناسب بشكل أفضل شوارع العاصمة الأردنية وتحذر من الحوادث المحتملة، وأطلقت على السيارة اسم فينيكس. والسيارة ليست صغيرة الحجم فقط من أجل سهولة ركنها، لكنها أيضا تشتمل على خصائص مميزة تجعلها أكثر أمانا على الطريق باستخدام التكنولوجيا تمد السائق بالمعلومات حول ظروف المحيطة أثناء القيادة. في جمهورية الدومينيكا، فتاة من أصل 90 وبسبب خلل جيني نادر تتحول في سن 12 إلى صبي بظهور جهاز تناسلي للذكور، ويعزو العلماء السبب إلى نقص بعظيم ألفا 5 ريدكتيز الذي يمنع هرمون التستوستيرون من التكون في رحم الأم، وعند سن البلوغ يتكون هذا الهرمون فتتحول الفتاة إلى ذكر. وبهذا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في تمام 11:30 من هذا المساء.